طبيعه اتمنى برضو فاعل. سياده النائب حضرتك تتبنى جزئيه مهمه جدا زي حضرتك. حضرتك بصراحه كنت يعني تبنيت من الحلقه اللي فاتت وتواصلنا مع بعض نتبنى جزئيه كمان جدا، الترخيص للجمعيات نفسها. ما ينفعش اصل دي مش جمعيه بر وتعاون وصدقه عشان تبقى من التضامن لا الاجتماعي، دي جمعيه قانون منوط العمل بيها الاهلي حيوان يعني جسم كائن حي، يبقى لازم يكون ترخيصها اساسا من السلطه البيطريه وليس من وزاره التضامن. يا فندم معلش، اصل ما ينفعش اروح قانون الجمعيات لمديريه الشؤون والمؤسسات الاجتماعيه او لتلقي مديريه تبرعات التضامن ايه يا عبد الفتاح؟ وارخص جمعيه لتخص الحيوان. قانون المؤسسات والجمعيات لتلقي تبرعات يجب ان يكون تحت اطار قانون العمل الاهلي اللي هو سنه مع حضرتك، 2019. لكن لكن يشترط فيه بقى جزئيه نضيف حاجة. عليه ان الجمعيات اللي ذات الطابع الخاص دي لازم تاخد ترخيصها من الجهات بتاعتها. اعتقد برضو ده مطلب شرعي جدا، لان هل ينفع يا فندم لمجرد ان انا عندي يافطه جمعيه روح حيوان ايا كان هي لا ايه يا فندم، انا اللي مرض وطبب وادي علاجات لكلاب؟ عندنا على جميع محب الحيوان. طبعا انا عندي مطلب شرعي، عايز اعرف البند بتاع العقوبات، الفصل الرابع حدد بند العقوبات، بس عايزه قبل ما نختم الحلقه ابقى عارفه ايه العقوبات اللي وضعتوها طيب في هذا القانون. خلينا نتفق بس مع حضرتك ان هو الحيازه بدون ترخيص وايذاء وترويع الاخرين وايذاء الاخرين بدون حيازه وحيازه حيوان خطر باي صوره من الصور، دي مجرمه بالغرامات الشديدة جدا تصل الى مليون جنيه. انا شايفة في غرامة بداية عدم الترخيص طبعا ان هو من 10,000 جنيه وما تزيدش على نص مليون. مليون جنيه، وفي لحد مليون جنيه لو حصل ترويع للناس او استغلال الحيوان الخطر. وفي سجن في الترويع، السجن هيبدا من 3 سنين. بيبدا ازاي؟ في حالة لو حصل نوع من الاصابات. في من سنة كمان بالظبط. بيحصل اصابات، يحصل عاهه مستديمه، اصابه اكتر من 21 يوم بيبقى 3 شهور، اصابه عاهه مستديمه تقريبا بيصل سجن 3 سنوات، وفي سجن مشدد في حاله الوفاه. مطابقه لقانون العقوبات، ايوه مطابقه لقانون العقوبات يمكن اقوى، بس حددت الجرائم بالظبط، وبذلك ان هو اي حد النهارده عنده كلب في البيت المفروض بعد اللائحه التنفيذيه يتوجه لترخيصه وحيازته وهيدفع رسوم. اعتقد الرسوم دي هتساعد في مشكله كلاب الضاله. الرسوم كام؟ الرسوم لا تتعدى يعني هي اعتقد من 1000 ل 50,000 مش عارف بالظبط فاكر طبعا. لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 50,000. لا تتجاوز 50,000 جنيه، وتقوم السلطه المختصه يعني بتحصيل هذه الرسوم نقدا بالزبط او باحدى الوسائل المقرره طبقا للقانون. التراخيص دي لو انتم بتقولوا 20 مليون كلب، احنا هنقول كلاب المنازل 3 مليون كلب. اعتقد هتجيب حصيله تقدر مديريه طب اللي هيدفع 50,000 جنيه ده ليه؟ يعني رسم عن ايه؟ لا حضرتك ده في نوع كلاب بتصل الى 50 100,000 دولار. يعني في نوع كلاب اللي هيجيب كلب ب 100,000 حسب قيمه الكلب ونوعه. اللي هيجيب كلب ب 100,000 دولار هيدفع عليه 50,000 جنيه. واحد بقى جايب كلب اللي هو البلدي عايز يخليه في البيت عنده او يرخصه او حوالين البيت عنده، ده 1000 جنيه بس، يبقى ده 1000 جنيه ده الحد الادنى يعني من 1000 ل 50,000 بالظبط. ويجب ان يكون مرخص الحقيقه، لان الطب البيطري برضه بيقوم لها دور ان هي بتعين دكاتره وعندها موازنه، فبالتالي ده مصدر. ما فيش تعيينات، مفيش تعيينات للطب. احنا متوقف اخر دفعه تعينت 94 اللي هم دلوقتي حاليا عندهم 52 سنه. طبعا يعني خلاص قربوا يعني انخرطوا داخل الجامعه. فبرضه ما هو انا عشان ابدا بقى اشتغل الشغل ده محتاج عاجل عين دكاتره بيطريه، مش عشان الكلاب بس. انا عندي وحدات حياه كريمه 1500 وحده جداد اللي الرئيس بيعملهم برضه. الساده النواب لازم طلبات احاطه للسيد معالي رئيس الوزراء بصراحه، يعني احنا انشانا كل هذه الكيانات، فين الكادر البشري اللي هيديرها؟ على الاقل كل وحده محتاجه 5 دكاتره بيطريين جواها لمختلف التخصصات المختلفه، واحد للارشاد عشان احنا بننمي عقول الريف، واحد للوقايه، واحد للتناسليات عشان تحسين مبادره السلالات برضه للرئيس اتكلم عليها. هو فتح التعيينات مطلوب، بس انا ضد التكليف. انا مش عايزين تكليف، انا عايز تعيينات على الاقل. التعيينات دي مش محدوده، لا عندي تكليف ولا عندي تعيين يا فندم. لكن التعيين طبعا في حاله، انا بقول لحضرتك الصغير اللي عندي اللي اخر متعين كان في 94 عنده دلوقتي 52 سنه. محتاجين دفعه جديده من التعيين. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نورتونا. دكتور ايمن ابو العيله وكيل لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب نورتنا، شكرا جزيلا. دكتور شهاب الدين عبد الحميد رئيس جمعيه الرفق والحيوان، اشكرك شكرا جزيلا. ودكتور محمد سيف امين عام نقابه الاطباء البيطريين، اشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه قضيه تربيه الحيوانات وتحديدا الكلاب الشرسه مش رفاهيه، لانها من القضايا اللي
بندور في فلكها بقالنا سنين وسنين. هي كمان من القضايا اللي فيها اختلاف في وجهات النظر ومؤيدين ومعارضين وصراع ما بين حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، وفيها مجتمع دولي بيراقب والسوشيال ميديا بتنشر. الحقيقة حاولنا النهاردة ان احنا نناقش الموضوع ده، كنا ناقشناه مرة قبل رمضان، ولكن اما وان القانون قد صدر واصبح قيد التنفيذ كان لازم نناقشه مرة تانية بقى بصيغة تنفيذية كده. والحقيقة النهاردة حاولنا ان احنا نسمع كل الاراء علشان نشوف كيف سيكون تطبيق هذا القانون فيه افادة للمجتمع المصري، ولو هنلحق ان احنا نضيف بعض النقاط للائحته التنفيذية هيبقى برضو شيء جميل.